عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. هو انت بتحب تقول السلام عليكم؟ ما خلاص يا عم يا ابني، انت ما فيش مخ. اسف يا بص، هتكلمني؟ اسف. المشتري جاي وانت قاعد ترغي. خلاص، ها او لا؟ ها او لا؟ ها او لا؟ تكلمش تاني. تمام. ها او لا؟ هو النور قطع. النور قطع من وشك الفقري. ولا عشماوي؟ ها. ولا فرماوي؟ لا. يا ابني انت متخلف. مش انت قلت لي اعمل اخرس؟ هو في حد معانا؟ الحمد لله النور جه. ربنا يبارك في الشغلانه يا بص. يبارك في الشغلانه. اه والله ده ربنا يحرقنا بسببك. ماشي. غبي. اسف. هما كلمتين. راجل جاي. ها او لا؟ ها او لا؟ ها او لا؟ اكتر من كده ما اسمعش. ها او لا؟ هاي. ها قوي. هاي. مش انت المعلم شطناوي؟ شطناوي ايه؟ انا اسمي خرباوي. انت نسيتيني ولا ايه؟ هنا هو انا بقى كل واحد هقعد مع مره هفتكره. عجبتك قوي؟ عجبتك قوي. ها امال يوسف بيه فين يا هنا؟ جاي. يوه ده انت رغاي قوي. رغاي؟ انا قلت جمله واحده. ايه اللي رغاي؟ وبعدين مال وشك مخطوف كده ليه؟ انا بصراحه وشي مخطوف. طب بلغته البوليس؟ يعني عرفته الخاطف ولا هسيب وشك كده؟ انا قصدي ان انا مخدوده يا شيخه. ده انا دمي هرب وقبضت عليه. لا حلو يا الله. ايوه اقعد انت بقى ارغي ارغي كده لحد ما الوقت يسرقني. ولقيته المسروقات. والله يا هانم انت دمك سكر. امال فين يوسف بيه؟ جاي. جاي فين؟ جاي ده. مايا. ام هير بيب. مايا. هاي. هاي. استغفر الله العظيم. هاي ازيك يا معلم شطناوي؟ انا اسمي خرباوي. خرباوي. افتكرت. معلش انا بقالي فتره طويله عايش برا مصر، عشان كده الكلمات بتاعتكم الصعبه انا ما بعرفهاش يعني. لا ولا يهمك. ومين الاخ؟ لا ده فرماوي. 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 ايه الاسامي الصعبه دي؟ فرماوي. بص هو لو الاسم صعب ممكن تختصره، يعني مثلا تقول له بدل فرماوي تقول له يا فرا. 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 هاي. هاي. ازيك يا مايا؟ ازيك يا بيبي. عامله ايه؟ انت ليه سبقتيني يا حبيبتي؟ ايه الاخبار عندكم؟ ما بيتكلمش ليه الراجل ده؟ لا ده اخرس. اخرس. ما بقولش غير ها او نقة. اخرس وقال ما بقولش غير ها او نقة. لا ده مش سعاده اتكلم لما شايفك اتكلم. لا يا راجل. يعني هو اخرس ولما شافني اتكلم من الفرحه. عجيب قوي. عجيب. عموما اخبار البيت ايه واخبار كل حاجه؟ ايه رايك في البيت اهو؟ ايه رايك فيه؟ لا صراحه البيت هايل زي ما انت بعت لي الصور بتاعته بالظبط. هو بس محتاج شويه نظافه لكن هو هايل هايل هايل. عموما الاتفاق اخباره ايه؟ انت ايه رايك يا حبيبتي؟ البيت وحش قوي. وحش ازاي؟ ده تقريبا مخزن. قصدي موقف. المكان اللي هما بيحطوا فيه الاثريات والانتيك. قصدك متحف يعني. المتحف. متحف. المتحف. المتحف. اسمه المتحف. متحف ايه؟ انتوا جايين منين؟ حضرتك احنا عايشين طول عمرنا بره يعني. انا عايش طول عمري بره، جيت لقيتها اساسا هي جايه من بره فكده يعني. المهم انت فاكر احنا اتفقنا على ايه؟ الاتفاق كان كام بقى؟ احنا اتفقنا على كام يا ده فرماوي؟ اتفقنا على كام احنا؟ اخرس حضرتك ما بيتكلمش. انت رايح تساله؟ قول له يا عم. ده قال لي قول له. لا فرحان فرحه النهارده. سعيد بيك بسعاده غير طبيعيه. فعلا عشان غايب عن مصر بقالي فتره كائنات غريبه بتظهر يعني. اوكي. كام الاتفاق؟ مليون الا ربع. مليون الا ربع. حبيبتي طلع الفلوس. 200,000 النهارده والباقي عند التسجيل. انا جاهز بال 200,000. وانا جاهز بالعقود. اتفضل. اتفضل. ادي 200,000 جنيه، كل جنيه بيقعد يعور جنيه باين. ايه الشنطه اللي انت حاطط فيها الفلوس؟ شنطه زباله. انا اتعلمت طبعا. عشان ما تتسرقش. عشان ما تحسدش. خد يو. ادي العقود. يا سلام. فعلا كل حاجه مظبوطه. طيب انا هدفع لك بقيه الفلوس ويبقى البيت بقى باسمي خلاص. بقى اخر حاجه امتى؟ اول ما نسجل الحاجات دي في الشهر العقاري. شهر العقاري. يبقى قابلني بقى. يلا سلام. اقابلك فين؟ في الشهر العقاري. الساعه كام بالظبط؟ ده شهر براحتك. يلا. سلام عليكم. ماشي. يلا مع السلامه. مع السلامه. ها
ايه رايك؟ فانتاستيك. احنا لازم بقى نبتدي في التغييرات بسرعه. حبيبتي اللي انت عايزاه انا اعمله لك على طول. ايه بصي يا بيبي، انا مش عاوزه كلاسيك ده خالص، انا عاوزاه كله مودرن، العفش والديكور والالوان، ايه كله مودرن. الديكور الديكور والالوان، ايه الرقه دي؟ يعني دي اكتر حاجه عجبتني فيكي من ساعه ما جيت مصر، ما لقيتش حد بالرقه دي. الديكور حبيبتي اللي انت عايزاه انا هعمله لك. تيجي نشوف بقيه البيت؟ طيب يلا. بصي هنا تقريبا في مطبخ وفي حمامين جوه بعض باين، وهنا هو في ثلاث اوض. تيجي نشوف الاوض؟ طب بص انت شوف الاوض وانا اشوف المطبخ. هتشوفي ايه؟ المطبخ. المطبخ. ايه الرقه دي؟ اي واحده في مصر تقول لك المطبخ، انت المطبخ. يا ايه؟ يلا 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 روحي. يا ايه ده كوريدور كبير قوي قوي. الله 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 الله، ده المطبخ واسع قوي. هنا كمان انا شفت اوضتين موجودين جوه، هايلين هايلين، اوضتين فظاع. بس في اوضه ثالثه كمان، المطبخ اخباره ايه؟ كبير قوي. اوكي انا هشوف الاوضه الثالثه. الله الله الله، دي اوضه كبيره جدا. شو المطبخ كبير قوي بجد، محتاج ثلاجه كبيره جدا. حبيبتي الاوضه بتطلع على الشارع، بتطلع على الجنينه اللي قدام البيت. طب استني بيبي انا جايالك. تعالي يا حبيبتي تعالي. بصي هتلاقي باب انا فتحته اهو بيطلع على بره، اهو اهو يدخل تاني جوه البيت. ايه ده هايل، بيت فظيع وكله مخابئ وكله حاجات، جميل قوي. حبيبتي انت فين؟ انا جايالك يا بيبي اهو. يلا حبيبتي. لا لا لا، البيت ده جميل فعلا، ودي اكبر صفقه احنا عملناها. حبيبتي ايه رايك؟ حلوه قوي. ثلاث ساعات تبقي في القاهره، من هنا للقاهره على طول ثلاث ساعات. ده غير بقى ان مفيش اي تلوث خالص. لا تلوث سمعي ولا بصري. بصري؟ ولا ميه ملوثه ولا تراب. تراب. ولا فساد ولا تحرش. تحرش؟ حد قرب لك يا حبيبتي؟ ما انت كنت معايا. لا دول كانوا عيال صغيره مش فاهمين. لا 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 ما بتحسبوش، دول فرحانين بقى وعيد وهي. حبيبتي التحرش من سن 18، اقل من كده ده بيبقى عيال يعني. حبيبتي البيت ده هيبقى اجمل بيت احنا عشنا فيه. بس مش عارف، بحس ساعات كده ان في حد بيطاردنا جوه البيت، في نفس كده بيبقى في قفا الواحد، يجي الواحد يبص كده فيلاقي حاجه مثلا، ويبص كده يلاقي نفس الحاجه. اقوم مثلا باصص يا اهو، واجي ابص الاقي اهو. يا ايه حبيبتي؟ شفت اللي انا شفته؟ شفت. يا نهار ابيض، دول عفاريت ولا اشباح ولا ايه؟ شكلهم كده اشباح. ما تقلقيش انا معاك يا حبيبتي، انا معاك ما تقلقيش. بس حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ما تقلقيش، اكيد دي تهيؤات. لا تخيلات. لا تهيؤات. تخيلات. تخيلات مش اشكال، ما دام حاجه انت شفتيها وانا شفتها في نفس الوقت تبقى تخيلات. لان عارفه لو انا وانت مثلا انا شفت حاجه انت ما شفتهاش دي ما بتبقاش حقيقه يعني، لكن ما دام احنا الاثنين شفناها تبقى مش اشكال. انا ريقي ناشف، عايز ميه. احنا معانا بره ميه؟ معانا، اروح اجيب لك. ساعه ولا مساعة؟ يعني هي مش ساعه قوي. مش اشكال اي حاجه. بصي هموت من العطش. لا ما ساعه اهي يا حبيبتي، والله كويسه قوي يعني، كويس انها احتملت معانا طول الطريق وفضلت ساقعه، دي حاجه كويسه. معانا حاجه تتاكل؟ لا معانا بسكويت. معانا مين؟ بسكويت. مش ام الرقه دي دلوقتي خالص. بسكوت ايه؟ لا انا عايز مثلا سندوتش كده ولا حاجه، حاجه الواحد برضو يعض فيها يعني. لكن بسكويت؟ لا بسكويت لا، ما احبش انا بسكويت. سندوتش زي ده يقوم بالوقت. حبيبتي انت اللي جبتي لي سندوتش صح؟ لا مش انا. يعني ده جه لوحده؟ معرفش. وده جه لوحده؟ معرفش. طيب امسكي دول. بصي هو في حاجة مش طبيعية بتحصل، في حاجة مش طبيعية بتحصل. بس البيت ده ايه ده؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، معايا كشاف. أهو أهو أهو. هو ده الكشاف اللي بتقول عليه؟ هجيب بيه الكشاف الكبير.
هجيب بيه الكشاف الكبير. اصبري، الكشاف الصغير بيجيب الكبير، الصغير بيجيب الكبير. ده. ايوه هو ده. My sister Veronica and I had this double act. And my husband, Charlie. Traveled around us. Nothing's like number in our act. We did two acrobatic tricks in a room. One, two, I love you. I feel good. I know that I want. كل الرجالة دوم تتتك على وش الأرض، دوم تتتك يستاهلوا الأكل. Every night in my dreams I see you. ياه ياه إيه إيه اللي بيحصل؟ في إيه؟ في إيه؟ معرفش في إيه. أنت شفت اللي أنا شفته؟ أه حبيبتي دي تخيلوات. تخيلوات تخيلوات. أو 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 مين دو أنتو مين؟ الشبح الشبح. آه مش شبح، من زي الشبح في الزمن ده يا ناس ياهو، يا ملعيه اللي عملت حاجات من كتر كتر.